طريق الموت أو بوابة الجحيم، ذاك وصف يطلقه المسافرون على طريق العبر في حضرموت وصحراء الرويك في مأرب والجوف، وذاك وصف لا يعلم محتواه إلا من ذاق مراراته اللامتناهية. أول ما جو دقدقوا علي دقدقوا وأنا ورا رضيت أجوب. أيوه. وكسروا الفري. أيوه. وأنا تحت البطانية فتشوا الغماري وما لقوش ولا حاجة. وشلوا التيزل والاثنين البرامل والخزان كامل. منذير البطرف هم وهذا دمني كمان لو ما رعفني. ليست الصحراء ومتاهاتها من ترهب المسافرين، بل هناك ما هو أدهى وأمر، قطاع طرق ينهبون الأرواح والممتلكات وإن اختلفت صفاتهم وما يطلبون. بالأمس أصيبت زوجة أحد المغتربين العائدين من السعودية لقضاء إجازة العيد مع الأهل في اليمن برصاص قطاع الطرق بعد ساعات من المطاردة. كانت المرأة برفقة زوجها وأبنائها يستقلون سيارتهم الخاصة، حاول اللصوص إيقافهم إلا أن الزوج فضل الهرب بكل ما يحمله من مخاطر على الانصياع لما يطلبون. وتلك قصة واحدة من مئات القصص المتكررة دون ما حلول. الإنسان خلاص ليش عاده بيتغرب؟ ليش عاده بيتغرب وبيتعب بالأخير مصيره؟ يا أما طلقه رصاص ويموت وسط الصحراء، يا أما يروح إذا في دولة تقوم بالواجب تحمينا ورحنا من هنا من وسط الصحراء هذه الذي لا معانا إلا الله، ما معانا إلا الله. إشكالية صحراء الرويك أنها تمتد في مناطق سيطرة الشرعية وسلطة الحوثيين، وهنا بيئة خصبة للسلب والنهب والابتزاز. اضطر المسافرين لاستئجار أفراد من قطاع الطرق أنفسهم كي يكونوا دليلا لهم ويكونوا في حمايتهم مقابل مبالغ مالية كبيرة. الصحراء أيضا أجبرت السائقين على استئجار دليل ذي معرفة بمسالك الصحراء خوفا من التيه في هيجاء مترامية الأطراف منقطعة. المصائب لا تأتي فرادة، فمن نجا من الطريق ووعورته وقطاع الطرق ورصاصهم وقع في فخ الجبايات للنقاط العسكرية سواء في مناطق الشرعية أو مناطق سيطرة الحوثيين على حد سواء، خاصة سائقي شاحنات النقل الثقيل الذين يدفعون مئات الآلاف في كل نقطة أمنية جبايات تحت مسميات تحسين الطرق. فعن أي طريق تتحدثون؟ يقول مسافر وهو يدفع أمواله جبرا وقهرا.